اهلا بيكم طلاب حافي في كل مكان في الجمهوريه، يا مساء الخيرات. فيديو مهم جدا بنوثق لحظه تاريخيه. لحظه ايه بقى؟ لحظه مع ملك عبد الفتاح الاولى على الجمهوريه 2022. في الفيديو ده حاجتين، احنا جايين النهارده نبارك لملك، الحاجه الثانيه باذن الله حاجه مهمه جدا لدفعه 2023. ازاي بقى تجربه واقعيه حد مننا اهو، ازاي فضل ربنا كرمه في الثانويه العامه، ايه اهم الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم فيها، ايه اهم الحاجات اللي من تجربتها هتفيدكم. يعني انا مش انا طالع بقى اتكلم ومدرس بنصح، لا، تجربه حيه كانت معاكم والنهارده هتحكي لنا شويه حاجات هتفيد. اهلا بيك يا ملك. اهلا بيك يا شيخ. طبعا يعني احنا ضاغطينك و... لا يا نهار ابيض. بس في حاجه مهمه، لما كلمتك في التليفون قلت لي يا ريت ايه بقى كل الضغط، ايه الضغط كله ولا انا موافقه. الفرح حلو صح؟ الحمد لله. طب نبدا اللقاء الحلو ده او نبدا الفيديو الحلو ده بشعورك لما عرفتي النتيجه، كان عامل ازاي؟ الاسبوع الاول هيخلص وانا لسه مصدقه. يعني انت وريدي اصلا من دلوقتي لسه مش مصدقه؟ لسه الموضوع كبير قوي. يا لا بجد بجد، يعني انت كنت يعني حاسه هتنجحي بس، ولا تجيبي درجه كويسه، ولا ترتيب من الاوائل؟ لا هو انا كنت قايله الحمد لله على حسب اللي انا حليته في الامتحانات ان شاء الله هجيب كويس يعني. تمام. حتى ماما كانت بتقولي اوائل الجمهوريه، بقول لها لا انت مش قوي كده. مش قوي كده. مش اتزعلت من الاخر. بس الاحلام بتتحقق اهو، الاحلام بتتحقق، يعني ممكن نحلم عادي، الاحلام بتتحقق. لو كانت مصدقه حضرتك. الاحلام بتتحقق. فبقى كان شعورك ايه بقى اول ما يعني انت لما لقيت النتيجه قدامك، عرفتي ان انت الاولى ولا عرفتي انك مجموعه كويس وبس؟ لا انا فتحت لقيت صورتي ورقم واحد، انا واقفه قلت في ايه؟ في ايه؟ حتى ماما فرحت وبدات تعيط من كتر فرحه. لا استني بس، استني بس اللي بيحصل. فكان الموضوع حلو، الموضوع مفاجاه. أيوة حلوه. وبقالك فتره بقى ناس كتير بتحاول توصل لك وتسجل معاك كده. الموضوع كان بقى عاده بقى وتعودتي على الحاجات دي؟ لا والله لسه يعني. لا ده حصل موقف جميل يا جماعه، وانا جاي دلوقتي انا والتيم والناس دي عشان اصور الملك. فبعدين ما شاء الله البيت كله يعني شال فوق الراس، ادم صغير بقى كده. فادم اللي هو ايه، احنا جايين بالعربيه، يعني لازم اقول الموقف ده، جايين بالعربيه. فبعدين ادم بيقول لي، بقول فين بيت ملك؟ قال ايوه ملك جوه، عارف اللي هو تعود. تعالى 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 ادم، تعالى تعالى اعمل الكاميرا دي بوي، تعالى هنا. ادم يا جماعه اخو ملك الصغير، ربنا يبارك فيه وفي اخواتها كلهم ما شاء الله، يعني بيت كله يتشال فوق الراس. تحس انه خلاص تعود بقى، ايوه انا اخوه ايوه ملك جوه. اعمل الكاميرا باي باي، اشوفك على خير. طيب لو احنا قلنا بقى ملك دفعه 2023، الناس الجديده، الناس اللي داخله واللي هم مهمين في الفيديو ده، تقول لهم ايه؟ يعني ايه اهم الحاجات اللي ممكن تفيدهم كده في الترتيب، يعني من اول السنه، نص السنه، اخر السنه؟ هو الاول يعني طول السنه توفيق ربنا بجد. الحمد لله. يعني علاقتي بربنا دي اهم حاجه. يعني انا كنت ده يعني حاجه كبيره قوي ليا طول السنه، ان انا كنت بحاول اوفي علاقتي مع ربنا حتى لو انا كنت مقصره طبعا طول السنه. الحمد لله. احنا بنعد العباده. اكيد العباده امر من ربنا. تمام. عشان مجهود طول السنه حاجه، وتوفيق ربنا في اللجنه دي حاجه ثانيه. يعني احنا بنحل في اللجنه مش بمجهودنا، احنا بنحل بتوفيق ربنا. بتوفيق ربنا. تمام. دي اول حاجه. تمام. ثاني حاجه اللي هو احنا طبعا يعني في الحمد لله في البيت عندنا ما كانش فيه ضغط خالص. انا يعني عمري ما سمعت كلمه قومي ذاكري. الحمد لله. يعني رساله مهمه يا جماعه لاولياء الامور، موضوع الشباشب في موضوع الشباشب في البيت، موضوع الكهرباء الزياده، يعني بدون قطع كلامها وعشان نكمل. بس احنا عايزين نستفيد اوريدي من الفيديو ده للطلاب اولياء الامور. موضوع اولياء الامور ده اهم عامل نفسي. الفيديو ده مهم، واحنا مش طالعين نبارك لملك بس، احنا طالعين نفيد الناس واولياء امورهم. تجربه واقعيه، اولياء الامور والعامل النفسي مهم للطالب. الطالب توتره او هدوءه بيبقى جاي من البيت. اولياء الامور متوترين يا عيني وخايفين على اولادهم، ولكن توترهم لو اتعكس على الطالب بيخلوش يعرف يذاكر، بيخلوش يعرف يركز. فاولياء الامور رجاء في السنه الجايه والسنين اللي جايه نوفر جو مناخ هادي، نوفر ثقه للطالب عشان يقدر يذاكر ويقدر يركز ويقدر يكون ان شاء الله زي ملك كده من اوائل الجمهوريه ان شاء الله. طيب يبقى القرب من ربنا سبحانه وتعالى، البيت كان له دور كبير والاهل لهم دور كبير. طيب ايه تاني؟ هو احنا طول السنه طبعا بنحس بالضغط. يعني انا كنت الحمد لله بداها تدريجي، ما بداتش بجد من اول، لا كنت بادئه في شهر 8 عادي. بداتها تدريجي في المذاكره؟ في المذاكره بس. بتحضري دروسك اول باول؟ اول باول، وبذاكر اللي عليها اول باول. حلو قوي. ما كنتش بقصر يعني، ما كنتش بضغط نفسي قوي، بس الناس اللي ما كنتش بقصر. حلو. امال تدريجي ازاي؟ نوضح لهم تدريجي. يعني تدريجي ازاي؟ كنت دايما طول السنه اللي هو ما كانش في ضغط في البيت، بس انا كنت بضغط نفسي. دايما انا بالواجب ده. يعني هو البيت ما كانش فيه ضغط، بس انا كان عندي دم. ايوه. فكنت انا بحس. تمام.
بس انا في الاول ما كنتش قاسية على نفسي قوي يعني، كنت واخدها احنا ماشيين وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي. تمام. هو تدريجي بقى، ولما ندخل في المنهج شويه الدنيا بتضغط نفسها يعني لوحدها، بتنضغط لوحدها. أيوة لما يكون أيوة. مثلا في ريفيجن او في مثلا مراجعه. ايوه بقى المنهج يكبر وناخد جديد وننسى القديم وكده، فبنحس بضغط لوحدنا. تمام. مش لازم نبدا من اول السنه. تمام. يبقى دي الحاجه الثالثه، ان احنا ما نبداش مثلا من اول السنه. يعني انا باخد من كلامها واقول لكم من تجربتها، لان انا لو نصحت انا بس ممكن يعني ها، لكن لما يكون تجربه بتصدق. يبقى البدء تدريجي، ان انا بذاكر اول باول، بحضر دروسي اول باول، ولكن يعني مش تدريجي، بجري اول باول. تمام. وفي نفس الوقت يعني انا كنت انا عارفه نفسي في السوشيال ميديا والفيس والانستا كده. لا استنى مالك، الحته دي مهم. استنى مالك، الشعب المصري الاصيل اللي نايم على الفيسبوك والتيك توك، الحته دي مهمه مالك. طبعا بعيد عن الهزار، الحته دي مهمه. انا اتفاجئت قبل ما نصور مع ملك ان هي قالت لي حاجه مهمه بخصوص موبايلها وخصوص السوشيال ميديا. ان يعني انا مش هتكلم عنها، انا عايز هي تتكلم عنها. موبايلك كمال، قصه موبايلك بقى وقصتك مع الموبايل طول السنه، سنه كامله كانت عامله ازاي؟ هو انا عارفه نفسي بضيع عليهم وقت كتير جدا يعني، زينا كلنا لو حفظتك ما بعرفش اطلع. بس تمام. زي ما قلت في الاول كنت واخداها تدريج يعني، كان عندي كل الابلكيشنز عادي وما ساعدش اي حاجه. لما بدات بقى حسيت الموضوع بيكبر وانا بضيع وقت، وفي نفس الوقت المنهج بيكبر معايا. فلو بدات امسح يعني، كنت فاتحه فيس وانستا واتساب، كنت فاتحه كله. تمام. كانش عندي حاجه. تمام. اول يوتيوب. معايا يوتيوب. عارفين يعني، عارفين يا جماعه، لدرجه ان واحنا قاعدين برضه قبل التصوير، دكتور سلمى اختها الكبيره ربنا يبارك فيهم كلهم، بتقول احنا لما كنا عايزين نتواصل معاها ساعات ما نعرفش يعني، نبعت لها السوشيال ميديا. كانوا بيجيبوك ازاي يا ملك؟ والله اللي معاه الرصيد يتصل بقى. يتصل يعني. لكن السوشيال ميديا لا. فدي نقطه برضو مهمه، انا مش عايز اضيع اي نقطه بتتكلم فيها مهمه من غير ما اعمل لها كومنت سريع. السوشيال ميديا يا جماعه يعني بيسموها حراميه الوقت، بتسرق الوقت. فانت بس من الاول، بس نكون بجد، انت من اول السنه مسحت الكلام ده؟ لا لا لا، كنت واخداها برضو تدريجي يعني. لا يعني لحد شهر كام مثلا وبدات تقللي؟ في شهر 8 كان عندي كله عادي، وفي 9 بدات مثلا مسحت الفيس. حلو. بعد كده الانستا. كويس. بعد كده كنت بتكلم مع صحابي كتير بقى في الواتس، مش عارفه اللي حصل ومش عارفه ايه كده، فحسيت ان انت بتتسرقي. احنا كده كلنا بنضيع وقت فبننساه احسن. فالواتس كمان اتشال معايا يعني، على شهر 10 او 11 ما كانش عندي اي حاجه. يعني شهر 10 او 11 يعني، ما شاء الله ده تقريبا يعتبر من اول السنه يعني، في اوائل السنه. في اول السنه ما كانش عندك حاجه. الناس بتوع الواتساب اللي هو بنذاكر مع بعض ونصحى الصبح نذاكر جامد قوي نشجع بعض، الكلام ده مهم. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن من تجربتك تقول لهم عليها مثلا في نص السنه يركزوا في ايه بقى احنا خلاص عدينا اول السنه. هو احنا مع نص السنه كنا بنبدا نحس ان احنا الضغط بقى كتير، واللي هو في قديم وفي جديد في نفس الوقت. تمام. فبيبقى اللي هو بدايه الضغط بقى، اللي هو ايه ده اللي بيحصل فينا ده؟ سلام يا عم بجد ولا ايه؟ الموضوع اللي بجد يا جماعه. فالموضوع يعني الضغط الناس مهم يعني، دايما الواحد يحس ان هو مقصر عشان يزود. تمام. بس في نفس الوقت اللي هو ما يجيش الموضوع سلبي. لا لا لا، حته مهمه، حته مهمه. إيه انا فاهم قصدها ايه، بس انا عايزها توضح لكم اكتر قصدها ايه. هي بتتكلم في جلد الذات. يعني انت مثلا إيه، انت تتكلمي في الحته دي ازاي اوازن الشعور ان انا احس ان انا ما عملتش اللي عليا قوي، فاتعب اكتر فذاكر اكتر، وما يجيش الموضوع عكس ان انا ما ذاكرش بقى واقعد اعيط وانا مش نافع وانا ما بعملش حاجه خالص. لا هو طبيعي ان الطالب يعني يحس ان هو مقصر. تمام. دي اهم حاجه يعني. تمام. دايما ما حدش يحس ان هو توب وان هو عامل كل حاجه، ان هو ذاكر كل حاجه، لان دي هتاثر عليه بالسلب. كويس. وفي نفس الوقت لما يحس ان هو مقصر ما يقفش، لا اللي هو قصرت فهكمل فهزود فهعلى عن كده. تمام. وفي نفس الوقت اللي هو الايام اللي احنا بنيجي نكون فيها ذاكرنا وفي امتحانات طول السنه وكده ما بنكبش زي ما احنا عايزين يعني، مش دي توقعاتنا يعني. انا كنت اذاكر اكتر من كده في الامتحانات بتاعت الدروس عادي. متابعه. ايوه. حلو قوي. يعني دي برضو نقطه مهمه، ما تحكمش على نفسك طول السنه. أيوة من امتحانات الدروس، لا اكيد عليها خالص تاني. ممكن اعملها خالص، معلش اسمع خالص تاني ابوس ايدك. يعني لا خالص، مالهاش علاقه بجد خالص، مالهاش علاقه. يعني انا جاي النهارده اثبت بس كلام انا بقوله لطلابي. والله العظيم مذاكرتك طول السنه ودرجاتك طول السنه حاجه، وكرم ربنا او نتيجتك اللي عند ربنا في اخر السنه حاجه تانية خالص. ده حماده وده حماده تانية خالص. تمام. فاحنا ما نحكمش
من اللي هي المتابعه او امتحانات المتابعه بتاعه الدروس اول باول. ها ايه تاني؟ في ايام بنبقى فيها مذاكرين كويس قوي ومش ومنجيبش اللي احنا عايزينه، مش ده اللي انا كنت مذاكراه له. حلو قوي. ففي وقتها يعني انا ساعات بفتكر نفسي ان انا كنت بزعل قوي قوي يعني كنت اتاثر قوي اللي هو انا مذاكره ايه ده تمام. بس في الوقت ده او في الوقت اللي احنا بنبقى حاسين فيه اللي هو خلاص بقى في النازل قوي وان احنا زهقنا وتعبنا وبنوصل في كمان في اخر السنه شويه مين. اللي هو في ايام فعلا ببقى مجرد ان انا ابص الكتاب ببدا اعيط مش عارفه ايه. دي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه. يعني دلوقتي كان في لحظات انت خلاص مش طايقه الكتاب، يا جماعه نركز في الكلام عشان الحاجات دي كلها كلنا بنمر بيها عادي، مش عايز ابص الكتاب خالص. فكنت بقى بتتعامل مع موقف ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ كنت بحس ان انا مقفوله قوي قوي اللي هو بجد، بس اللي هو برجع اقول لنفسي اللي هو انتي وصلت لحد هنا. كنت احس ان ده الفيصل فعلا، ان هو هتكملي ولا يعني تقفي وتضيعي كل اللي فات ولا تكملي وربنا يعوضك. ده كان الفيصل فعلا. أيوة انت في اوقات فعلا ناس كتير ممكن تستسلم وتضيع كل ده، وناس بتزوق نفسها وتكمل. ايوه كنت بحس ان ده ان انا لو وقفت هنا هضيع كل اللي انا عملته. كانت ايه اكتر حاجات بقى يعني بتساعدك او بتحفزك في الوقت ده ان انت تزقي نفسك؟ انا دايما عامله فايل فيه كل الامتحانات اللي انا امتحنتها طول السنه كويس، مثلا لو جوائز او كده انا خدتها كنت عامله اللي هو كنت بقعد اتفرج عليهم كده اللي هو هتكملي. حتى لو وحشه على فكره، حتى لو وحشه اللي هو انت زعلتي في الوقت ده وكملتي برده، فهتيجي هنا تقفي ولا تكملي؟ يعني ده بتحطي السنه كلها قدامك. أيوة. والكارير كله قدامك اللي حصل، فلازم بقى تقول مش ما جاتش على كده. أيوة. يعني مش هينفع اقف دلوقتي. تمام، مش هينفع اضيع كل اللي فات ده. تمام. وفي نفس الوقت طبعا فيديوهات الجيو تسلمي لي، موتيفيشن الجيو يعني كانت فوق يعني تسلمي. طب بجد بقى ايه اكتر يعني وقت كنت بتحسي فيه ان الفيديوهات دي في وقتها؟ اللي هو انا دايما كنت مثلا او في حاجه واقفه معايا قوي قوي اللي هو حاولت فيها كتير قوي وما عرفتش، كنت بدخل مثلا اشوف حد بيحلها قدامي او كده على اليوتيوب برضو. فبيبقى تحت في اللي هو الريكومنديشن تحت كده فيديو بقى مثلا فيديوهات لحضرتك او فيديوهات للموتيفيشن. اصلا بحب الموضوع ده جدا. طب انت فاكره اكتر مثلا فيديو شفتيه ليه موتيفيت حد؟ يا جماعه مهم ركز يا ملك. الفيديو كله والله ارتجالي، ما محضرين اي حاجه، بس هي ما شاء الله يعني الحمد لله هي فرحتني اصلا من وقت المكالمه. يا جيو اتشرف وتنور وانت مش اي حد وكفايه موتيفيت ليك. فانا كنت بكلمها مثلا في العربيه قبل ما اجي، يعني اللي هو ملك الاولى على الثانويه معايا ومش عارف ايه وبتاع وكبه اهتمام. قالت لي يا جيو ازاي حضرتك وتنور وكفايه الفيديوهات الموتيفيت بتاعتك. قلت لها ايوه انت كنت بتشوف الموتيفيت يا ملك. فهي فرحتني، يعني انا جاي ابارك لها عشان افرحها. هي فرحتني ان كانت من ضمن العوامل الاساسيه بفضل ربنا، بفضل ربنا وحده، من ضمن الاسباب الاساسيه بعد توفيق ربنا وبعد البيت الجميل وبعد المتابعه الجميله بالبيت والاهل، الموتيفيت والفيديوز بتاعتي كانت دافع ليها. فالحمد لله. فتفتكري ايه اكتر بقى كان اكتر فيديو علق معاكي؟ فاكره اسامي حاجات معينه؟ لا الصراحه انا كنت بشوف كتير قوي. كسرت الريكورد في الموضوع ده اللي هو ان شاء الله ما شاء الله عليا تقولي قومي ذاكري قومي ذاكري خالص بدل ما اجري بقى. ضيعت وقت عليها اكتر من المذاكره فعلا. لا 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 بعد الكلام الحلو ده احنا جايبين لك هديه اصلا، فمش عارف هديها لك امتى، بس هي المفروض دلوقتي بعد الكلام الحلو ده تاخد دلوقتي، فممكن هدايا ملك بعد اذنك. بعد اذنك اتفضلي. بص يا ستي ده درع نعدله. نعمله تاني عادي كده هشام هيقصر تاني. ده درع الاول. الكاميرا دي جايباه كويس؟ ده هديه مني ليكي. يعني اكيد جالك هدايا كتير، بس يعني ايه تجيغي. فاتفضلي. دي حاجة بسيطة. في حاجة تانية كمان دي بقى يعني ايه برضو هدية تذكارية. يعني كمان جنيه ذهب. يا نهار يا جماعة. تستاهلي كل الجيو اللي بجد. تستاهلي كل الذهب اللي في الدنيا كله. ده ممكن يتعين، ده ممكن يتباع، الاثنين ممكن. الاثنين ممكن تكون أداة تذكارية. حاولت بس افرحك النهارده او اشارك فرحتك طبعا وفرحه اهلك بيكي، فحاولت اجيب حاجه بسيطه مش قيمتك، ولكن يعني حاولت افرحك بعد ما انا كده كنت هديها لك مثلا في اخر الفيديو، بس بصراحه بعد ما قالت كلمتين يعني عارف ايه حلوين في حقي، فقلت ده وقته. تعال نكمل بقى كلامنا عن الثانويه وان نقدر نفيد الناس ازاي. احنا اتكلمنا في حته مهمه كانت اخر نقطه يا جماعه، ان احنا اوريدي فاصلين سوشيال ميديا. اوقات كنا بنتضايق ومش قادر ابص للكتاب، بس بزق نفسي واجيب قدامي كل السنه كده مش معقول، مش دلوقتي، مش هكمل، لازم اكمل. وطبعا فيديوهات ماجد امام التحفيزيه خلاص. دي خلصت. طيب
لما كنت بقى ده في نص السنه او اخر السنه كنت يعني احسك عامل ازاي؟ في حاجات طبعا كنت بحس ان انا ناقصاني قوي, او في حاجات كنت مقلقه منها بقى اللي هو لو سبتها تيجي في الامتحان. بس في نفس الوقت كنت مركزه قوي ان انا اهدي نفسي يعني. كنت طبعا طول السنه كنت كان في ضغط وتوتر وكده كان عادي, بس في اخر الفتره الاخيره اللي هي قبل الامتحان دي كنت مركزه قوي قوي ان انا اكون هاديه وثابته, لان انا لو توترت في الامتحان هزعلها طول حياتي. تمام. حلو قوي. فالهدوء اللي هو التركيز, لان الامتحانات خصوصا في النظام الجديد محتاجه تركيز قوي. يعني في حاجات اكتشفتها وانا في الاخر اللي هو خلاص كنت بعلم في البول شيت اللي هو خدت بالي من كلمه, فاللي هو التركيز والهدوء والثقه دي مهمه جدا. حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. يعني ده برضو نقطه مهمه على حته ان انا اعود نفسي على الامتحانات واكون هادي واكون واثق بنفسي, فدي كويسه. طيب ممكن الحاجات دي يعني نشيلها ونكمل. اتفضل. اتفضل يا سلام. فحته مهمه جدا ان اعصابي تكون هاديه وانا اتعود على الهدوء طول السنه. ايه الهدوء يا جماعه؟ على الاعصاب. التركيز يا جماعه. طيب اخر السنه بقى. ما هو ده كان اخر سنه. ده كان اخر سنه. انت كنت تركزي هادي اكتر. في نفس يعني ركزت خصوصا شهر الامتحانات كنت بنام فيه كويس. عوضت نص السنه كله في كنت بنام فيه كويس قوي, واللي هو حتى ما حاولتش بقى ان انا اجيب المنهج كله او ان انا هقعد اقرا الكتاب كله واقعد اراجع كل الاسئله وكده. لا كنت مركزه مثلا كنت بحل مثلا امتحانات شامله واشوف الجزء اللي ناقصني او الحته اللي انا غلطت فيها واروح اراجع الجزء ده بس. طب هايل. عشان كنت حاسه ان هو لو فضيت ان انا اقرا كل الكتاب وكده ما كانش هيبقى ليها لازمه قوي يعني. حلو. بس وانت في الاول كنت بتذاكري اول باول كويس قوي. كويس عشان انا عارفه ان انا لو سبت حاجه هعيط عليها في المستقبل. يعني هو اهم حاجه البدايه الصح. ايوه البدايه الصح بتؤدي النهايه صح. ما تعدوش حاجه بجد. لا تمام. طيب دي حاجه كويس قوي. كان في ايام ممكن تراكمي فيها حاجه؟ لا بصراحه يعني. طيب. كنت حتى ما كنتش عامله عدد ساعات معين او كده, بس كنت بقول ورايا النهارده كذا ورايا بكره كذا. حلو. مش ايوه لما تخلصي. حلو قوي. طب يعني انت كده ان انا ورايا بكره كذا وكذا. لكن حوار بقى ان في ناس كتير ممكن تتفرج عنها عايزين يعملوا جدول بقى بالظبط ومش عارف ايه وبالساعه وبالوقت والدقيقه. لا والله كل واحد وطريقته طبعا, على حسب طريقه الفهم وطريقه الحفظ وذاكر بالليل والنهار وكده. بس انا ما كنتش شايفاها طريقه مثمره خالص يعني. اللي هو انا ممكن اكون حاطه ان انا هخلص ده في ساعه بس قدراتي تجيبهم في ساعتين. ساعتين يعني ليه او اضغط نفسي قوي كده يعني. تمام. فكنت حاطه الحاجات اللي ورايا بالظبط واقول ان انا مش هقوم اخلصهم. حلو قوي. يعني وقت كبير وقت قليل دي مش هتفرق معايا. حلو قوي. دي نقطه مهمه. يعني انت كان جدولك ان انا هخلص كذا النهارده وكذا بكره. أيوة. لكن في وقت قد ايه وكده عشان ما تقفلش. لا زي ما الماده ده. ايوه زي ما الماده ده. انام بدري والله زي ما تيجي. زي ما انت. طيب جيتي بقى في فتره قبل المراجعه النهائيه على طول وقبل الامتحانات وكل الكلام ده. طول السنه كنت مثلا انت خلاص النهارده كذا هخلص بكره كذا. أيوة. بس اوريدي اصلا كان بيحصل معاك دروبات غصب عنك. أكيد. مثلا تعبت شويه كان. أيوة. لحظه مش عارف ايه يوم في دروب. أكيد. كنت بتتعاملي ازاي بقى مع اليوم ده؟ لا يعني أو مثلا بعد. لو حاجه وقعت مثلا مني في الكيمياء في الاحياء في اي ماده عموما يعني. تمام. باجي بقى وانا المفروض طبعا في المذاكره كانت جيولوجي. لا الجيولوجي دي ما كنتش يعني كنت كلمه بكلمه كنت حاسه ان انا ست ضيعت كلمه واحده طوع مني. لازم يعني. هي ماده محتاجه تعب شويه. مثلا او حتى جيولوجيا والله يعني كنت سبت منها جزء وباجي بقى في الحصه اللي بعدها انها المفروض عليا جزء جديد. تمام. ما كنتش بذاكر الجديد ده غير خلاص القديم. دي حته مهمه قوي. الصراحة. مش اللي هو انا هذاكر النهارده. أيوة. كذا واصحى الصبح اذاكر جامد قوي والم اللي فات. اذاكر اول باول حتى لو في حاجه فايتاني اجيبها الاول. أيوة. حلو قوي. حلو قوي. الدرس الثاني غير انا مخلص الاولاني عشان كله مترتب على بعضه, حتى لو منفصل شويه بس كله مترتب على بعض. فلو سبتها هسيبها. هسيبها خالص. كنت بتذاكري وحل مع نفسك ولا لما المدرس يقول لك وتتابع مع المدرس؟ والله انا ما زودتش قوي عن المدرس كتير يعني كنت ملتزمه باللي هم بيقولوه عشان اكيد هم عايزين الصح لينا. تمام. فكنت ملتزمه باللي هم بيقولوه ولو في وقت زياده ممكن احل زياده, لكن المذاكره كان اللي هم بيقولوه بالظبط. ده غير بقى مثلا لو حته وقع مني بجيبها. تمام. لكن المدرس بيقولوا لي انا كنت بعملها. طب الحمد لله. الحمد لله. انا حاسس ان انا طالع بثمره كبيره قوي من الفيديو. غير فرحتها طبعا ان في ناس كتير ممكن يعني تاخد كل الكلام اللي ملك قالته يطبقوه في حياتها, لان كل الحاجات اللي بتحكيها كل الناس مرت بيها وكل الناس في السنه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها هتمر بيها. فحاول تستفاد من الفيديو اكتر يعني قدر او اكتر استطاع عليك. طيب لو انت حاجه اخيره عايزين نقولها لطلاب دفعه 2023 السنه الجايه.
اللي هما لسه هيبدأ. أيوة أيوة. نصايح بقى مهمة انت شايفة كتجربتك كملك. أيوة. ايه ايه عايز تقولهم ايه؟ مش شرط نصيحة بس ايه عموما؟ والله وانا شايفة ان كل واحد يكون واثق من نفسه. كل واحد يكون واثق من نفسه. بجد واثق في نفسه وقدراته انه هو يقدر يوصل لأي حاجة مهما كانت عالية مهما كانت عالية اوي اوي يعني. بس هو التوفيق ربنا يقدر يوصل يعني. محدش يقول مثلا ده زكي. ربنا. ده زكي وده مش زكي اوي ده شاطر من زمان وده لسه اول مرة يذاكر. لا دي, لا دي مالهاش علاقة خالص بجد. اللي هو ربنا بيعوض عن كل التعب اللي اتعمل. وحتى اللي هو الجماعه يعني اصحابي او زمايلي اللي هم ما جابوش ربنا ما وفقهمش في حاجه اللي هم عايزينها. والله وربنا يعني احنا بنحل في اللجنه عشان نوصل للمكان اللي ربنا كاتبه لنا. صح صح. كل ميسر لما خلق له. دي حاجه مهمه يعني. كل واحد لمكانه فعلا اللي ربنا كاتبه في الخير. حتى لو ما عوضش في اللجنه كان بيبقى عوض لي ثاني. فمحدش يكون حاطط في دماغه ان هو هذاكر عشان ادخل كذا لا او هذاكر عشان اجيب مجموعه كذا. لان دي حاجه مش مضمونه. دي حاجه توفيق ربنا. فوقتها بتبقى زعل وحش قوي. حتى ممكن تقولي يا وائل كده ولا لا ما تعشيش ما تعشيش قوي كده عشان ما نزعلش بعد كده. ما حدش يزعل. اصلي كنت ما كنتش بحب حد يكون مستني مني حاجه لان انا لو ما جبتش ده هم هيبقوا زعلانين. تمام. حتى يكونوا هم سايبيني ولو جبت حلو يفرحوا ولو ما جبتش برده ما حدش كان مستني مني حاجه. تمام. بس فيكون الواحد بس الحته الاخيره دي مهمه جدا 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 يا ملك. ليه؟ لان هي حته انا نفسي اوصلها لكل الناس وارسخها في ذهن كل طالب بجد في الثانويه العامه. هي حته ايه بقى اللي ملك بتقولها؟ حته ان انا بذاكر مش عشان مثلا ادخل كذا ولا عشان كذا. انا بذاكر عشان اعمل اللي عليا. ايوه. وعلشان اجيب مجموع كويس وعلشان اراضي ربنا سبحانه وتعالى وارضي اهلي. يعني انت عايز تقولي كده؟ ايوه. لان في الفتره اللي هي ما بين اخر امتحان يوم النتيجه الحاجه الوحيده اللي جاي انا كنت خايفه اكيد. بس الحاجه الوحيده اللي جايه بتهديني اللي هو انا ما قصرتش. ادي ما عليك ولا عليك. ايوه. انا عملت اللي عليا. فالفتره ديت انا لما كنت حاسه فيها ان انا قصرت كنت هتبقى صعبه جدا عليا. فانا عملت اللي عليا والله وكل اللي هيجيبه ربنا انا راضيه بيه. لكن انا لو كنت قصرت ما كنتش هعرف اعدي الفتره دي. لا لا الحته دي يا جماعه مهمه. الحته دي هتتقص وانا هسيب في الفيديو ان انا هقولها هتتقص وهتكون الحته دي معايا طول السنه طول السنه في السنه الجديده. لان دي بجد ده مبدئي السنه الجديده عايز اوصله لكل الناس ان احنا بنذاكر عشان بس ما احسش بالتقصير. أيوة. يوم ربنا يكافئك. طب لو انت بتذاكر بس علشان اخش كليه الطب او عشان اكون جايب مجموعه عاليه واكون من اول الجمهوريه هتتوتر هتفقد تركيزك هتضيع حاجات كتير. وفي نفس الوقت لو لا قدر الله مثلا ما كانش ليك الخير في ده وما جبتش وليك الخير في حاجه تانية هتتحطم وهتتقفل وهتنكسر. طيب لو كان هدفك ده بقى ان انت تذاكر عشان بس كرم ربنا وعشان تعمل عليك وعشان ترضي ربك واهلك وترضي ضميرك ساعتها بيكون تركيزك اقوى وتكون اهدى وربنا بيكرمك في الاخر. دي حاجه مهمه. دي حاجه مهمه ودي اللي كانت ملك بتعمله. طيب قبل ما نختم الفيديو عايزه تقولي اي حاجه تانية؟ لا الصراحة هو الأول بس شكرا لكل حد بعت لي عشان حتى لو ما حاولت عرفتش أرد عليهم كلهم. بس ربنا معاكم والله. وأهم حاجة تكونوا واثقين من نفسكم واثقين من قدراتكم طول السنة. وإن هو بأي تعب قصدي أي حلم أنتوا عايزينه إن شاء الله بتوفيق ربنا توصلوا له. بس المهم كملوا. حتة أخيرة بقى عشان الناس إيه شايفة ملك دلوقتي بتضحك ما شاء الله وضحكتها منورة وجيو لابس بدلة كويسة والدنيا وردي. الثانوية العامة بسرعة يا ملك كان فيها مواقف صعبه ولا كانت كلها وردي؟ بس بجد لا انا كنت شايفاها سنه صعبه عليا وعلى زمايلي وعلى بيتي وعلى بيت زمايلي. تمام. كنت شايفاها لا سنه صعبه علينا كلنا. حتى مهما كان اللي هو مثلا حد درجاته كويسه طول السنه او حد هو شاطر طول السنه هي سنه صعبه برضو. يعني الطبيعي ان احنا نتكعبل كتير كتير جدا والطبيعي ان احنا نتقفل كتير. المهم بس الفتره المهم بس ان احنا لما نزهق او نتقفل او نعيط ونزعل وكده المهم نكمل بعدها. ده حقيقي. لان اللي بيقف بيضيع كل اللي فات. بتبقى فيصل يعني حته ان انا اتقفلت خلاص او ان انا مش قادر ابص الكتاب زي ما كنت بتقولي من شويه بيبقى فيصل ان انا استسلم خالص. أيوة. او ان انا اكمل بجد. لو انا كان في ايدي ان انا اكمل بس انا اللي وقفت. دي صعبه جدا ان حد يقولها يعني. فكملوا وما تزهقوش ان شاء الله ربنا يوفقك. دي نقطه برضو مهمه جدا. لما تيجي خلاص في الفيصل ان انت خلاص مش قادر تزق نفسك افتكر حاجه من الاثنين يا تقف لحد كده وتتعب يا ممكن تكمل وتكون من اول الجمهوريه. انا مبسوط جدا بيكي. كلنا فخورين بيكي. الجمهوريه كلها فخوره بيكي. مبسوط ان انت معانا النهارده في الفيديو الجميل ده عشان الثانويه العامه وعشان الطلاب الجداد. فرحان بيكي بتمنى لك كل الخير والتوفيق والتيسير في مستقبلك وتكوني دايما يعني في مكانه رفيعه.
ومبسوطين بيك وربنا يوفقك ويسعدك ومبروك يا ملكه. الله يبارك. النهارده حبايبي يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. انا مش هقول حاجه تاني، مش هكرر حاجه تاني، بس لو انت ما شفتش الفيديو بتركيز شوفه بتركيز. عنصرنا حاجات ورتبنا حاجات ممكن تفيدك في حياتك، ممكن تفيدك في سنتك، وباذن الله باذن الله باذن الله تلاقي افاده كبيره سواء لولي الامر او للطالب في الفيديو ده. انا مبسوط مره ثانيه معاكم، مع كل الناس بقى اللي بتشوفنا ومشاركتنا لكم، الناس اللي بتشوفنا، الدعوه اللي انتم متعودين عليها مني. ربنا ييسر اموركم ويسعد لكم ويحقق احلامكم. فرجوا مالك فاكر الهاشتاج بتاعنا كان اسمه عافر ايه؟ حلمك يستاهل. حلمك يستاهل. عافر حلمك يستاهل. لاخر لحظه يا حبايب ما تنسوش، عافر حلمك يستاهل. صحيح على فكره الاوائل الجمهوريه السنه دي، استنوا مفاجاه ليكم السنه دي من جيو ماجد امام. هو ملك، انا كان نفسي اجيب لها الدنيا كلها فما لحقتش، فجبت لها الهديتين بساط دول. بس السنه دي بجد استنوا مفاجاه من اوائل الجمهوريه طلاب جيو ماجد امام. بجد السنه دي هتبقى حاجه مبهره. يعني ملك هتقول يا ريتني كنت من اوائل السنه اللي جايه مش اللي بس كفايه بس ان هي معانا النهارده، وكفايه ان الدنيا كلها بتبارك لها. مبروك ليك يا ملك مره ثالثه ورابعه. حابب اشوفكم على خير. تمام، الفيديوهات الجايه ان شاء الله تقدر تفيدكم في الثانويه العامه. ربنا ييسر اموركم ويسعدكم ويحقق احلامكم. وفرجوا منكم مره ثانيه لاخر لحظه، اوعى تنسى عافر حلمك يستاهل. مع السلامه.